تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليله عن العشر الاواخر من رمضان وذلك انطلاقا من قول الله تعالى وذكرهم بايام الله الله تعالى لطيف بعباده سبحانه جل علاه هيا لنا مناسبات دينيه مباركه الغايه منها ان نتدارك ما فاتنا من ايام العمر فاتنا الكثير من الشهور ومن السنين وربنا عز وجل يريد ان ننال من فيض رحماته وغفرانه كل مره يعطينا مناسبات دينيه الغايه منها فيها الاجر مضاعف والخير كثير جدا من بينها شهر رمضان هو من اكبر هذه المناسبات وفي شهر رمضان هناك العشر الاواخر منه التي الان نحن في رحابها هذه العشر الأواخر هي أعظم الأيام عند الله تعالى التي فيها الأجر والثواب مضاعف بشكل كبير وكبير جدا كان فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيها الاجتهاد من الطاعة ما لا يجتهد في غيرها كان صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذه الأيام فيها بركه وفيها اجر وفضل كبير وكان يحث على اننا نغتنمها تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها كل السنه كلها اعظم اشهر اعظم عشر هي هذه التي في شهر رمضان طبعا سيدنا النبي كان لا يقوم الليلة بكامله بالصلاة وإنما كان يجتهد بأعمال كثيرة كان ينوع كان يقرأ القرآن وكان يكثر من الذكر وكان يكثر من الصدقات وكان يكثر من حلقات العلم كل هذا يتم في هذه الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر من رمضان يصلي وينام لكن إذا دخلت العشر الأواخر المباركة قالت أمنا عائشة شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويوقظ الأهل ويحيي الليل كلمة إحياء وقف عندها العلماء ما معنى أحيا ليله أحياه هذا الإحياء فيه معاني سريان الروح وبعث الحياة لأن الليل عادة الناس يكون فيه غافلون إما في نوم وسبات وإما في سهر ومرح لكن أهل الإيمان وأهل اليقين الليل عندهم حياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة الليل تكون بأنواع كثيرة من القربات من ذكر ودعاء وقيام واستغفار بالأسحار وربنا عز وجل جعل خصوصا تلاوة القرآن الذي هو روح ونور من عند الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نطلب الله تعالى أيها الأحبة الكرام أن يحيي قلوبنا وقلوبكم من موتها نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام هذه الليالي والإكثار فيها من الصالحات وأن يجعلنا نورا نمشي به بين الناس في هذه العشر الأواخر هناك عبادة تبرز من أهم العبادات وهي عبادة الاعتكاف الاعتكاف هو في الشرع أن يمكت العبد المؤمن في المسجد المكوت في المسجد بنية التقرب إلى الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف ويحتجز حصيرا ويتخلف فيه عن الناس فلا يخالطهم ولا ينشغل بهم يعني الإنسان يضرب صورا بينه وبين البشر ليبقى مع رب البشر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يعتكف في كل عام عشره ايام لكنه في العام الذي سيقبض فيه سيمكت عشرين يوما معتكفا لانه يستعد للقاء ربه فحري بنا ايها الاحباب الكرام اننا نحيي هذه السنه النبوي الشريفه اننا نعتكف في بيوت الله. وذلك بان ننقطع عن كل مظاهر الحياه وكاننا في خلوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكرمه الله بالوحي كان يتحنت في غار حراء الليالي ذوات العدد لكن بعد ان اكرمه الله بالوحي لم يعد يعتكف في غار حراء وانما في بيوت الله. لأن الاعتكاف كما جاء في القرآن الكريم في المساجد من شروطه أن يكون في المسجد كما قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد هذا الاعتكاف فيه عزوف عن الدنيا وانقطاع للعبادة وتخلية للنفس عن التشاغل بغير الطاعات والقربات هذا الاعتكاف صاحبه يتقلل حتى من الطعام والشراب ومن زيد الحياه الدنيا وكانه زاهد وكانه يعيش حياه القله وكل رغبته في ان يتصل بمولاه ما الذي يقع لما تتم ايام الاعتكاف الذي يقع هو ان القلب يصفو والروح تشرق لان في الحديث الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمدار الأعمال كلها على القلب والاعتكاف هو من عادته أنه ينقي القلب يحمي صاحبه من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الصحبة وفضول متاع الدنيا يستجمع كل طاقته ليبقى مع خالقه عز وجل هذا الاعتكاف ممكن ان يكون بالنهار وممكن ان يكون بالليل ممكن ان يكون يوما واحد او ايام معدودات او ساعه او بين بين, بين الصلاتين قد يكون بين الظهر والعصر او يكون بين العصر والمغرب او يكون بعد العشاء حسب ما هو متاح للعبد المؤمن. خصوصا واننا هذه الايام المباركه فيها الليله المعظمة المكرمة ليلة القدر التي هي خير من الف شهر. هذه الليلة التي فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. وفيها الدعاء مستجاب هذه الايام. في مثل هذه الايام انزل الله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان". فعلينا ايها الاحبة الكرام ان نستغل هذه العشر الأواخر من رمضان. كما لاحظتم أيام رمضان ولياليه أسرعت تسرع لكي تنقضي. مرت الأيام بسرعة. مرت العشر الأوائل ثم مرت العشر الأواسط ولم يبقى من رمضان إلا الثلث الأخير والعشر الأخير. هذه أيام قليلة جدا. بعد أسبوع سيتم الإعلان عن بزوغ شهر شوال وسيذهب رمضان كان الصالحون في مثل هذه الايام يشعرون بالحزن ويقدم بعضهم العزاء العزاء للصائمين وللعائبين والقائمين رمضان اقبل علينا ثم سرعان ما هو يجري لكي ينصرف من بين ايدينا هذا الشهر الفضيل كما قال عنه النبي الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله تعالى في هذه الأيام يعتق رقاب عباده المؤمنين من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في هذه الأيام المباركة قال النبي الكريم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان. في كل يوم وليلة من رمضان. علينا أيها الأحبة الكرام أن نستغل هذه العشر الاواخر من رمضان بدايه من ليله الحادي والعشرين منه سلفنا الصالح معروف من سيرتهم العطره انه ما ان تبدا اول ليالي العشر من رمضان الاخيره الا ويشعرون بان ناقوس الطوارئ بدا يدق ناقوس الطوارئ لان الايام تؤذن باقتراب رحيل هذا الشهر شهر الرحمه والمغفره والرضوان فيجتهدون في العمل وينوعون من اعمال العمل واول شيء هو قيام الليل بالتراويح ثم اخره بالتهجد الحمد لله في مغربنا العزيز لاحظنا المساجد على كثرتها بالالاف المساجد تحيي التهجد يبدا عاده من الساعه الواحده او الواحده والنصف في كل ليله هذه اللحظات ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من صاحب حاجة فأقضيها له مساجدنا ولله الحمد بدأ من الواحدة إلى الواحدة والنصف يبدأ فيه العلماء والأئمة المشفعون بالتجهد بالتهجد ويختمون تهجدهم بالوتر وبالدعاء فهذه نعمة عظيمة ما دام هذا الأمر في بلادنا فهو علامة على أنه بلد الإسلام وأنه بلد الإيمان وأنه بلد الأخيار ما دام هذا التسابق بين المؤمنين والمؤمنات لإدراك صارات التهجد بالليل في العشر الأواخر وتجد الإزدحام والله كنت كل يوم أصلي في مسجد كل مرة في منطقة من مناطق الدار البيضاء وكل مرة كنت افاجا بان هناك ازمه كبيره هذه الازمه تتجلى في ان الطاقه الاستيعابيه للمساجد لم تستطع ان تستوعب هذا الكم الهائل من المصلين والمصليات من المؤمنين والمؤمنات كبار وصغار ذكور واناث الحمد لله على اختلاف اشكالهم والوانهم الكل يتسابق والكل يريد ان يكون في الصفوف الاماميه وما هي الا هنيهات قليلات حتى تجد المسجد قد امتلا عن اخره والناس ساروا يصلون في الشوارع والازقه المجاوره فهذا ان دل على شيء دل على ان الحمد لله بلدنا المغرب بلد مسلم بامتياز وان هذا الشعب فيه نور الايمان ونور اليقين ولا زال الخير وسيبقى في امه لا اله الا الله الى لقاء الله ما علينا ان نفعل ايها الاحباب الكرام هو ان نتواصى نتواصى واياكم بان نزيد في هذا العمل الصالح ولا ننقص اول شيء نتواصى به وهو ان نحرص على ان هذه العشر الاواخر نحيي الليل نحييه بالصلاه ونحييه بالقيام لان سيدنا النبي هذا هو منهجه قالت امنا عائشه اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد مئزره ايقاظ الاهل للصلاه هذا من هدي النبي الكريم كان يوقد زوجته ويوقد بناته واولاده وهذا منهج صحابه رسول الله سيدنا عمر رضي الله عنه وكان الشديد في الحق كان في العشر الاواخر من رمضان يصلي من الليل ما شاء أن يصلي فاذا كان نصف الليل ايقظ اهله يقول لهم الصلاه الصلاه كان عنده زوجه وبنات ويقول الصلاة الصلاة ويتلو عليما هذه الآية، بعضهم كان يتلكأ فيقول بأعلى صوته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان سيدنا عمر يقرأ هذه الآية بصوته الجهوري ويحمس أهل بيته ليقوموا للصلاة. وكانت بعض النساء من السلف الصالح قد يكون زوجها ربما يتقاعس فتقوم وتقول له وقد ذهب الليل يا زوجي العزيز بين ايدينا طريق بعيد زادنا قليل وقوافل الصالحين قد صارت امامنا ونحن قد بقينا في الخلف قم قم للصلاه فتشجعه الزوجه الصالحه على ان يقوم ليصلي بالكلمه الطيبه والابتسامه الحسناء سيدنا النبي كان يشد مئزره وهذا كنايه على اعتزال النساء حتى العلاقه الزوجيه لا تكون في هذه العشر الاواخر من رمضان حتى لا يعكر صفو ذهنه وقلبه شيء لكي ينصرف كليه للعباده ثم يعتكف ليحمي لي نفسه من فضول الكلام والنوم وغير ذلك من الصوارف وكان يجتهد علينا جميعا ان نجتهد نجتهد في تلاوة القرآن في لما نصلي ونريد أن نرتاح نتناول المصحف الشريف ونقرأ ونتلو بتدبر وخشوع لأن القراءة في رمضان هي غير القراءة في غير رمضان فهذا الشهر هو شهر النزول والتنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر فيه الأجر والتواب مضاعف ثم علينا ايها الاحباب الكرام الا ننسى بان نكثر من الصدقات ونكثر من الاحسان الى الفقراء والى المساكين هذا الشهر هو شهر العطاء هناك الصالحون الصالح والصالحات كانوا يدخرون طيله السنه يدخرون اموالهم حتى اذا جاء رمضان فتحوا خزائن ما اعطاهم الله وبداوا يعطون للفقراء والمساكين لماذا؟ لأن الحسنة في رمضان تعدل سبعين حسنة فيما سواه في الأيام العادية الحسنة هي في عشر أمثالها لكن في رمضان في سبعين قال صلى الله عليه وسلم الفريضة فيه كسبعين فريضة فيما سواه لهذا كان رسول الله أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان علينا كذلك أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر الفضيل وفي هذه العشر الأواخر من رمضان علينا أن نحرص على صلة الأرحام خصوصا المتقطعة منها نسأل عن العائلة نسأل عن الأحباب ولو بمكالمات هاتفية نحرص على أن ندخل السرور على قلوبهم ولو بكلمة طيبة لأن الله تعالى يباهي من الملائكة كل من وصل رحمه في هذه الأيام المباركة هي مناسبة كسموها المغاربة العواشر هذه العواشر يعني كل الخطوط الحمراء تزول وكي يكون الحمد لله الاقبال على 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 توزيع التراحم والتعاطف بين افراد الاسره والعائله فلا نقطع ارحامنا كذلك في هذا العشر الاواخر علينا ايها الاحباب الكرام ان نجتهد في الدعوه الى الله الدعوه الى الله بالطرق المتعدده والميسره ممكن ان انصح صديقا لي او قريبا لي اقول له هيا بنا الى المسجد ممكن ان انصح بعض المقربين الي هيا بنا الى حضور دروس علم او محاضرات ممكن ان يكون عندي كتيبات صغيره او مطبوعات فيها ادعيه واذكار ماثوره اقوم بتوزيعها كما يقوم بعض الفضلاء هناك ربما من يكتب دعاء او حديثا او ايه على على مدخل العماره فيه اداب وفي تعليمات الاسلام حقوق الجار والتربيه وغيرها يستفيد منها المارة. وهناك خصوصا الشباب انهم عندهم زيارات لمواقع التواصل الاجتماعي ممكن ان نكتب في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة رسائل مفيدة فيها ادعية وفيها احاديث وآيات قرآنية تدعو إلى الخير وتدعو إلى الإحسان. كذلك علينا أيها الأحبة الكرام في هذه العشر الأواخر أن نكثر من الدعاء 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 وخير الدعاء ما علمه سيدنا النبي لأمنا عائشة قالت له ماذا أقول في هذه الليالي قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وكذلك علينا أيها الأحباب الكرام أن نعفو ونسامح الخلق الذين كانوا بيننا وبينهم شدآن إذا أردنا أن يغفر لنا الله ويسامح عن اساءاتنا وظلمنا فعلينا ايضا نحن ان نبادر فنعفو عمن كان بيننا وبينه خصام الزوج مع زوجته والابناء مع ابائهم والاخوه مع اخوتهم واولاد العمومه والجيران واصدقاء العمل كل هؤلاء ابليس يدخل ويعكر جو صفاء الاجواء فعلينا ان نعفو ونسامح في هذه الايام المباركه المعظمه لأن هذه الأيام هي موسم الخيرات وتكاد أن تنقضي، إنها الآن تجري بسرعة ما هي إلا أيام قليلة على رؤوس الأصابع ويقول انتهى رمضان وهكذا سيكون خسارة كبيرة لمن ضيعوا وقتهم بالنوم أو بالسهر أو بالأشياء التافهة العمر قصير ولعلنا لا ندري قد ندرك رمضان المقبل أو لا فعلينا أن نستدرك ما فاتنا في أول رمضان في هذه الأيام نستدرك هذه الأيام لعله فاتنا الكثير في الأيام الأولى وعلينا أن نحسن الخاتمة لأن العبرة بالخواتم فاللهم يا ربي يا كريم نسألك بجودك وكرمك وعزتك أن ترزقنا وافر النصيب في هذه العشر الأواخر من رمضان رزقنا فيها يا ربنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن ورزقنا فيها التهجد والاعتكاف وطلب العلم ووفقنا فيها للصدقة والإحسان والبدل والإكرام ووفقنا فيها لصلة الأرحام يا رب يا كريم واجعلنا فيها هداة مهتدين نتأسى بسنة نبيك وصفيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله